ألف زرزة وزرزة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا هردبشت. لابتوب كاتبين. خرجت الآن من بيتي للعمل بعد أن تمتعت بعطلتي أيما متعة، فلم أستيقظ كالعادة لإيقاظ الأطافيل إلى المدرسة إذ لا مدرسة اليوم، وهكذا فلقد استيقظت منتصف النهار، وعلى اعتبار أنني طبخت البامية البارحة فلقد اكتفيت بطبخ الرز الناجح طبعا وليس المخبص أو المرزرز، فما أدراك بعواقب الرز إذا ما ترزرزا. ثم شربنا القهوة على رواق وبشكل سوري كلاسيكي على أنغام فيروز كالعادة، وفجأة رن الموبايل سلوان من جريدة على الخط، والزاوية صار بدها كتابة وإرسال، وخط التليفون مقطوع يعني ما في انترنت بالبيت، وسبب قطعه هو أن مؤسسة البريد تقطعه بس تطلع فاتورته بدون أحم لكن مع دستور، والدستور هو أنه بينقطع خطك هيك فجأة يا حبيب. المهم مالكم بالطويلة، كمان أخوكم ما عنده كمبيوتر بالبيت ولا لابتوب، فالحبيبان الغاليان معطلان. وعادة ما أكتب لكم هذه الزاوية اليومية كل يوم من مكان، هذه المرة من عند السوبر ماركو صاحبي البقال اللي عنده كمبيوتر للحسابات. آتي أنا وأكتب وسط ضجيج المساومات والطلبات، بينما يكتب هو في لحظات مسروقة من أصابعي ما يفترض به كتابته. أكتب عن الحب والغرام ويكتب هو عن الكيلوغرام، أكتب عن الشعر ويكتب هو عن السعر. تتصل بي سلوى كي يرسل لها عبر النت المقال، وتتصل به المدام كي يرسل لها الخبز والرز عبر صبي البقال. أكتب ويكتب حتى فات اللابتوب تبعه بالحيط وبات يحدث نفسه أنه شو اللي جابه من اليابان حتى صار خادم سيدين أو لابتوب كاتبين. اللهم أعطينا طولة البال على كتاب آخر زمان، هكذا تكلم البقال وهو يحدجني بالأنظار وتلعثمت بين أصابع الكلمات. شكرا لللابتوب أم للبقال، وسلوى تنتظر أعلى نهار. هكذا حدثنا هردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.